أهلا بحضراتكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 في نسخته الأولى بمطار العالمين الدولي. وتفقد الرئيس السيسي أجنحة ومعروضات الشركات الوطنية والعالمية المشاركة في المعرض، كما توسط الرئيس صورة تذكارية مع المشاركين فيه. هذا ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي بمشاركة 300 شركة وجهة من مصنعي الطائرات وصناعة الفضاء حول العالم تمثل أكثر من 100 دولة، إلى جانب ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية في مجال صناعة الطيران والفضاء.